نصلي معنا لربنا وإلهنا المسيح الحي إنه يمنحنا فرح الرجاء والقيامة ويشمل إخوتنا الراقدين بوفرة مراحمه. المسيح قام. لقاءنا اليوم هو تأمل إنجيلي بعنوان من سمع كلامي وآمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية من إنجيل يوحنا فصل الخامس من الآية 24 للآية 29 مع الخوري الفاضل دانيال الخوري خادم رعية القديسين عبدة وفوقة ببعبدة. أبونا دانيال إلك منا كل محبة وشكر على كل دعم وإرشاد لجماعتنا وعلى كل جهد وتعب لحضورك معنا اليوم. نطلب منك تبارك لقائنا والكلمة لحضرتك. مرسي للمقدمة والله يبارك فيكم. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. ومثل ما بلشتي بنقول راح دائما أعطي يا رب جميع موتانا بهذا الأسبوع المبارك. تحية للجميع والله يبارك فيكم. أكيد نحن عم نكمل شيء بلش ويمكن هذا آخر أسبوع بالصوم مش مكملين. نحكي عن نص إنجيلي. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. الحق الحق أقول لكم من سمع كلامي وآمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يمثل لدى القضاء بل انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم تأتي ساعة وقد حضرت الآن فيها يسمع الأموات صوت ابن الله والذين يسمعونه يحيون. فكما أن الآب له الحياة في ذاته فكذلك أعطى الإبن أن تكون له الحياة في ذاته وأولاه سلطة إجراء القضاء لأنه ابن الإنسان. لا تعجبوا من هذا فتأتي ساعة فيها يسمع صوته جميع الذين في القبور فيخرجون منها أما الذين عملوا الصالحات فيقومون للحياة وأما الذين عملوا السيئات فيقومون للقضاء. المجد لك يا رب. المجد ما بعرف الأنجيل قبل إذا ضمن إنجيل يوحنا أو بغير إنجيليين ناقشتوا فيهم، بس تعرفوا أسلوب يوحنا وطريقته منا هينة ومنا سهلة بس عميقة بذات الوقت. بهالمقطع هذا يلي اخترتوه أكيد في شغلتين واضحين إذا بتلاحظون. هلا أنا عم بحكي بكونوا عم تقرون وتوقفوا عليهم وبرجع بترك مجال لمداخلاتكم، بس في واقع آني مثل ما بقول هون الآن شيء عم بيصير هلا، وفي شيء مستقبلي يقوم الأموات من القبور بعدين. وهذا الشيء أكيد يعني بيحكي عن في عن الدينونة الخاصة الآنية أو الخلاص اللي بنناله باللحظة اللي عم نعيشها، وفي شيء للمستقبل. هودي بالبينين يعني بتقسيم هالكم سطر هالكم آية اللي عم نسمعه. بداية الحق الحق أقول لكم، رح حاول بشكل سريع توقف هيك عند الكلمات ومفاتيحهم. حاول شوي، عادة تكون النص مثل أو كبير بنعمل له خلاصة ونقيم الزبدة تبعه. هون النص منه كبير، رح حاول بطريقة عكسية إنه فصفص كل كلمة أو توقف أو وسع كل نقطة آية أو كلمة بهالآية شو ممكن تفتح لنا آفاق. قدام واقع عم نعيشه البابا فرانسيس بحذر من الريلاتيفيزم النسبوية، كل شيء نسبي والحياة نسبية وانت رأيك وانا رأيي ومنختلف بس كل واحد عنده رأيه. الحق الحق عم تتكرر هون وقت عم تستعمل، يعني عم يعلن الانجيل وهون بالتحديد يسوع عم بيقول الحق الحق اقول لكم، هو عم يعلن هالحقيقة. في حقيقة بدها تعلن بهالكم سطر بالانجيل بانجيل يوحنا. اذن وتكرار الكلام كان الحق مرتين وان كان بايتين مختلفين كمان هذا الشيء له مدلولات كبيرة لأهمية اللي عم ينقال. هون بفتح بارونتيز صغير، في خطر مرة كنت بأحد الأديار على باب الدار حاطين كتب، لقيت كم كتاب بغض مش رح أقول شو مين وكيف ومين طبعهم، بس بقلبهم محطوط يقول الرب كذا كذا عن لسان ما بعرف مين أو زورات أو الديسين الأخري. في خطر كتير كبير إنه
أول ربنا، وهيدي بغير أديان كمان. ممكن واحد مثل ما بتعرفوا بغير أديان في إشياء منزلة، في إشياء أنه هيك رسائل سماوية منزلة، يعني ما لنا بذات المستوى الهون اللي عم نحكي. الحق الحق هون من إنجيل يوحنا على ضوء كلام تخمر وعلاقة بالرب يسوع، عم بينقل حقيقة معينة يوحنا أخذها وعم ينقلها من الرب يسوع. ما نحط الإنجيل بمستوى أي كتاب تاني، هيدي بارونتيز صغير بس حبيت أقولها. إذا الحق الحق أقول لكم، من سمع كلامي، هلأ سمع كلامي محل معين، كلامي وبعدين صوتي بين كلام والصوت. تعرفوا الكلمة في البدء كان الكلمة، الرب هو الكلمة، ويوحنا المعمدان بإنجيل يوحنا هو الصوت. وبتعرفوا الفرق بين الكلمة يلي إلى تقلة إلى قوتها إلى مدلولاتها ومعناها، بين الصوت يلي هو تعبير عن الكلمة، لأنه هلأ رح يرجع يمرق معنا بالآية اللي بتحت، فمن يسمع صوته. الكلمتين مستعملين، كلامه وصوته ليسوع. هلأ منشوف شو ممكن يعني كمان، أو ممكن أسألكم عنه. بس من سمع كلامي، هون بحب أتوقف شوي بهالآية عن السماع. منه سماع أنه والله عم نسمع لأم كلثوم هيك ننطرب من كلام الرب يسوع، لا، هو شيء عميق بهالآية وبهالدعوة بالنتيجة. من سمع كلامي، يلي بيرغب أنه يسمع كلامي، يعني يصغي، يعني يخلي هالكلام يصير يخصه ويدخل لأعماقه، لا بل يصير حيز التنفيذ، لأنه في واحد يسمع وما يعمل. بالإنجيل في مثل بهالموضوع عن الأولاد يلي واحد سمع وما عمل، واحد ما عمل وسمع. إذن في تنفيذ وعمل بيأتي لاحقاً. يعني أهم شيء هون هالشي بيذكرنا بمرتا ومريم، بغض النظر عن العمل يلي قامت فيه مرتا وكثرة العمل وانهماكها، مريم ركعت تسمع تصغي، عرفت حالها وين، عرفت انه هي تلميذة بدها تتلمذ عند أقدام يسوع، بتسمع له، تترك قلبه يخاطب قلبه، تترك نظراته يتغلغلوا لأعماقها. إذن هذا هو الموقف الكتير مهم نستنجو من هالمن سمع كلامي، يعني مين بيقبلني وبيقبل كلمتي وبيقبل يتلمذ لي ويقبل ينفذ هالكلام اللي بقوله. إذن منا شغلة سطحية، منا شغلة هيك إنه يعني أوقات منقول من آمن بي يخلص، من سمع كلامي نال حياة الأبدية. كليشيات ممكن نخدهم بسطحية، بس هن كتير عميقين، وهن بالنتيجة نمط حياة. مش إنه إذا سمعت هلأ اليوم بالخمس دقايق وخلصت يعني نلت، لا، في استمرارية، في حياة وقناعة وثبات. هذا اللي أنا بظن إنه وراء هالكلام، من سمع كلامي وآمن بي. إذن وراء هالإصغاء، هالسماع، هالتتلمذ، أكيد مثل مريم بحب وإيمان وتسليم، سماع لكلامه وتدخلاته ولحضوره ولضمير ولصوت الضمير يلي فينا. يعني إذا بسألكم السؤال إنه كيف يعني نسمع كلمة ربنا، إنه بنقرأ الإنجيل كل يوم، دور الراديو كل يوم بكفي، هيدي هي، أو في شيء تاني؟ أكيد هون سؤال إذا بتحبوا تجاوبوا بعدين، أو بيكون وقت ضيق، بس مهم كتير تفكروا فيه الموضوع، إنه أنا إذا بدي أسمع لكلمة ربنا عند بس هالكلمتين، وين؟ شو هي؟ بس إنه أفتح آية من الإنجيل أو الأناجيل، أو ممكن كلمة ربنا تكون من خلال الآخرين يلي ربنا أبي يعمل وأنا أعمل أيضاً. هيدي موجودة بقبل كم سطر من هالنص يلي نحن عم نقرأ بإنجيل يوحنا فصل 5. إذن كيف ممكن، إن السؤال كبير، كلام ربنا، العلاقة مع ربنا، كيف ممكن أنا أكون بحالة سماع وإصغاء لإله؟ شغلة كتير كبيرة ومهمة. يسوع بذاته إذا منشوف الآيات اللي لقدام بالآية 30، نحن وصلنا لهون للآية 29، بس بالآية 30 بيقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من عندي، بل أحكم على ما أسمع. يعني حتى يسوع كان عم يسمع
للآب ويتمم مشيئته. وهذا الشيء عم بيطلبه منا، بالنتيجة هو النموذج، هو المثال للآدم الحقيقي. كيف ممكن يكون؟ هل يا ترى نسمع على صوت العالم منزد دينتنا هون وهونيك، أو بيكون سمعنا وقلبنا ونظرتنا لكلام الرب بالنتيجة كلامه، يعني هو يعني حقيقته يعني حضوره. إذن أخبار كتيرة، ما بعرف أنتو كيف عايشين، أنا مرتاح بالفترة، التي في شايله شوي من حياتي، والأخبار ماني كتير بقى عم بوجع راسي فيها، بس مشي مليح يعني. بس أوقات كتير هذا الشيء بيوجع، بخلينا نتعب قد ما في أخبار وشكال. إذا لمين عم زد دينتي؟ لمين عم بسمع؟ قد عم بعمل توازن ما بين صغائي لكلام وأخبار وأشياء واقعية أكيد، بس قدام بعدلها وبدوزنها بإصغائي لكلمة من فوق، كلمة بتحيي، كلمة بتعطي الحياة. هذا هالآية، من سمع كلامي وآمن بمن أرسلني، الآب اللي أرسله، فله الحياة الأبدية. إذا ورا هالكلام هيدا حاطت قدامي هون خبرية النوتيفيكيشن، قديش بنكون ناطرين هي شو صار وشو ضربة روسية، طلع الدولار، سكروا الطريق، كلياته النوتيفيكيشن بصير بدنا نسمعه ونعرف شو عم بيصير، طبيعي مش شي غلط يعني، بس بالون قديش في كمان نحن منفتحين على نوتيفيكيشنز من فوق إلهية، شوف ربنا شو بده منا بقلب هالأزمة اللي عم نعيشها، بقلب واقع حياتنا واللي عم نعيشه. إذا السماع يعطي حياة، السماع الحقيقي للرب بهالآية بهالنص اللي عم نقوله، وبيعطي حياة أبدية. قد ما نسمع لأشياء من هون وهونيك، يمكن منزيد معلومات، يمكن نسمع وعظات معينة، نسمع كلام، نسمع كتب، أوقات اليوم صار في أوديو بوك، نسمع أشياء كتيرة بتزيدنا ثقافة، إنما السماع كلمة ربنا مش بس بتزيدنا ثقافة، بتعطينا حياة، ومش بس حياة اللي عم نعيشها بتزيدنا كم يوم وكم سنة، إنما بتعطينا حياة أبدية. إذن هذا باختصار هالآية الأولى 24 يلي موجودة قدام. إذن تأتي ساعة وقد حضرت الآن، يعني الآن إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. التغيير والتوبة والخلاص وتقرير المصير هو بكل لحظة تعطى لنا آنية، لأنه ماضينا عبر، ما بقى فينا نغير في شيء، فينا نندم عليه، فينا نحس بشعور منيحة ومش منيح، مضى، ما بقى فينا نغير في شيء. والمستقبل ما بنعرف إذا رح يكون لنا مستقبل أو لا، ما عنا غير هاللحظة. كمان هيك هالساعة حضرت الآن شغلة كتير مهمة للعلاقة من ناحية بالرب، ولا الحصول على الحياة الأبدية اللي عم يحكي عنها الإنجيل، يعني لا الدخول إلى غاية حياتنا أو دعوة حياتنا اللي احنا مدعوين لها من ناحيتين. إذن فكرة الآن شغلة كتير مهمة. شو بدنا نقول بعد؟ بروح للآية 26 اللي هي كيف نبلش، فكما أن الآب. انتبهوا هون في نقطة كمان مهمة أنا ما كنت كتير منتبه لها، بلفت لكم النظر عليها. فكما أن الآب له الحياة في ذاته، شوفوا الحياة في ذاته عم تتكرر مرتين، كذلك أعطى الإبن أن تكون له الحياة في ذاته. يعني إذا بنخدع حالنا، أنا وياكم ما عنا الحياة بذاتنا، نحن الحياة نتلقاها وبنفقدها، مش بس بالموت، ممكن نفقدها بحياتنا، بمعنى أنه ياما في أشخاص ما بيعرفوا قيمة الحياة العطية الكبيرة اللي أعطيت لقلهم، بيقللوا من قيمتها بالأمور الكتيرة اللي منضر حالنا فيها وصحتنا، منكون عم نستنزف حياتنا، اللي بينتحروا بشكل يمكن مرضي كمان، ما مش قبلانين الحياة ولا قادرين يشوفوا الوجه الحلو فيها. يعني الحياة اللي هي عطية نحن أعطيت لقلنا أوقات بنفقدها، والموت ياما منشوف حوالينا، ونحن هالأسبوع منصلي ونذكر أشخاص يلي فقدوا هالحياة. إذن
نحن كبشر كلياتنا اللي عم نسمع وكل البشر الحياة تعطى لإلنا والحياة منأديها، سلم الروح من منسلم الوديعة ولو سلم الوديعة. إنما هون الآب له الحياة في ذاته، هو الحياة، يعني مثل النبع ما بينشف ما بنزيد له مي، هو اللي بيعطي الحياة وأعطاها للابن، ومن آمن به كمان هالحياة بتنتقل لإله. أنا الطريق والحق والحياة كمان بيقولها بمحل تاني ربنا. إذن الحياة في ذاته ملفتة بسطر واحد بآية واحدة مذكورة، إنه الحياة هي بجوهر الآب وبجوهر الابن يسوع المسيح، وهن يلي بيعطوها. ممكن إنه نقبلها وندخل فيها، منكون دخلنا بملكوت ربنا بحياته الأبدية. انتبهوا الوقت هون عم نحكي عن حكينا أو بعد فله الحياة الأبدية، لا بعد بنحكي في يقومون، نحكي بالآية اللي بعدها. إذا هيدي الآية 26، نرجع للآية 27 أو له سلطات إجراء القضاء. حكينا عن القضاء، يعني هو اللي بده يقاضي، هاي تاني مرة بتتذكر، هو القاضي اللي بده يحاكم لأنه ابن الإنسان، لأنه منا وفينا. الدينونة منا جاية من فوق على طول، دينونة نحن كمان هيك هون فكرة ابن الإنسان، لأنه من بشريتنا، من إنسانيتنا، من الواقع اللي نحن فيه، من دين حالنا. ربنا خلقنا للحياة، لبل عم يتدخل بحياة، تدخل وعم يتدخل وما بده إلا خلاصنا. نحن يا منقبل ومنفوت يا منسكر الباب ومنحكم على حالنا. إذا المسيح أعطي سلطة إجراء القضاء، يعني القضاء بإيده، لأنه هون بكملها يوحنا، لأنه ابن الإنسان، يعني من جوا من قلب البشرية يلي عايش بيناتنا، هو بيعرف وقعنا، ووقعنا هو بديننا، قرارنا هو بخلينا ندخل أو نسكر على حالنا. لا تعجبوا من هذا. هون ننتقل لكل شيء قبل لا تعجبوا عن آنية الدخول إلى الحياة، يعني بالاختبارات البشرية اللي منعيشها. أما هون لا تعجبوا من هذا، فتأتي ساعة، هيدي بالمستقبل، فيها يسمع صوته جميع الذين في القبور فيخرجون منها. ما تتعجبوا من هالشي، لأنه يلي عنده اختبارات أشخاص فقدهم ورافقهم بمشوارهم، اختبار المدافن، اختبار الصندوق المسكر والتابوت المسكر، ما نهينا نحكي عن القيامة. كرمال هيك لا تعجبوا من هذا، يعني برجع بلكم كلياتو هذا عم ينحكى بإطار إعلان حقيقة، الحق الحق أقول لكم، الرب عم بيعلن هالحقيقة، إنه ما تتعجبوا من هالكلام اللي عم بقوله. ستأتي ساعة، هون عند دينونة الأخيرة، يسمع صوته جميع الذين في القبور فيخرجون منها. طب كيف بدهم يطلعوا؟ واللي دفناهم واللي ودعناهم، والبشرية من أول ما بلشت، يعني البشر من أول ما بلشت البشرية، كيف هيدي؟ منا هيدي كمل هيك بلش بأول الآية، ما تتعجبوا، يعني استبقنا تغدى فينا قبل ما نتعشى فيه، إنه ما تتعجبوا من هالشيء، لأنه هيدي حقيقة، وحقيقة واضحة. قليل بالأناجيل هيك بنحكى عن القيامة وبهالجرأة والوضوح بهالساعة، ساعة الدينونة الأخيرة، اللي بده يسمع صوته كل اللي بالقبور جميعا فيخرجون منها. هلأ الخروج لشو؟ هون بتنهي الآية الأخيرة، يا أما اللي بيقوم من القبر لدينونته لأنه أساء الأعمال عملوا السيئات، يا أما بيقوم للحياة الأبدية. وأنا بظن أنه هلأ بتعطوني آراءكم، نحن منقرر مصيرنا بحياتنا بقدر ما منكون بهالعلاقة يلي تعبر عنها ببداية النص، سمع كلامي، يعني قديش خليني كون بعلاقة معه. يعني ربنا بيطمح أنه يعمل علاقة معنا، بيطمح أنه يفوت على قلبنا. قد أنا عم بسمح له، عم بعطيه المجال، وده أنا لا غير مبالي، مسكر، عم بسمع لأمور كتيرة
بس الشيء الأساسي اللي بيعطي الحياة الأبدية وبيعطي الحياة، دخلني بالحياة، ما عم بسمع له. إذا خليني ألخص وأقول، هلا الآية بتكمل، أو بالأحرى النص بكمل، وبالآية 30 بيقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من عندي، بل أحكم على ما أسمع. يعني كل شيء بدي إياكم تسمعوا لي تتنالوا الحياة، ولكن أنا عم بسمع، أحكم بما على ما أسمع من الآب. يعني قديش هاي بنشوفها بالأناجيل، إنه يسوع ما كان بحاجة، أو كان بحاجة للصلاة، كان يصلي تشو الآب يعطيه شيء لإله، أو كان بصلاته هي تعبير عن هالعلاقة الإصغاء والعلاقة يلي بتربطه والوحدة بينه وبين الآب. إذا أنا لا أستطيع، هل أنا بتعرفوا يوحنا مشهور فيها، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا نور العالم، أنا الكرمة الحق، أنا القيامة، من آمن بالمات فسيحيا، أنا الراعي الصالح. هالسبع أنا اللي بيحكي عنهم يسوع ملفتين بإنجيل يوحنا. إذا أنا لا أستطيع أن أفعل شيء من عندي، حتى يسوع ما كان يقوم بأمور غير يلي بيستوحيها بيقبلها وبيخدها من الآب. إذا بهالكلام هذا دعوة لعلاقة كلية، هذا اللي بظن إنه المطلوب. بدنا الحياة، بدنا نقبل بالعلاقة يلي جزء كتير منها هو سماع، إصغاء، نعطي وقت لكلمة ربنا، يعني لهمساته، لكلامه من خلال ضميرنا، لتدخلاته من خلال الآخرين اللي حوالينا، لقراءة كلمة كلامه بالكتاب المقدس، للترجمة اللي ممكن كمان نتغذى منها. إذا الطرق كتيرة، إنما المهم هي قد أنا مستعد أعطي وأسمع وأتلمذ تكون عبنال الحياة الأبدية كمكافأة هو بيعطيني إياها. إذا بلخص وبقول في حياة عم تعلن بهالنص، كرمال هيك الحق الحق بيقولوا، في سماع وأصغاء ضروري للخلاص، ضروري للحياة الأبدية، ما في شيء تاني. يعني مش كم عمل اجتماعي أو كم مسبحة أو شو بعرفني كم دونيشن بعملها بتعطيني الحياة الأبدية، هي العلاقة بالرب اللي هو بيعطي الحياة الأبدية إذا أنا دوزنت قلبي على قلبه وحياتي على إرادته. وفي أكيد دينونة خاصة ممكن عيشها من هون، اختبار الموت والقيامة، وفي دينونة أخيرة يلي بتكون بانتهاء العالم والمجيء الثاني، والكل بيكونوا صاروا بالمقلب الثاني. ضل إنه مشيئة الآب هي إنه يكون الحياة، جئت لتكون الحياة لهم من خلال يسوع المسيح اللي جا عطينا إياها، والحياة وافرة. وشكرا. نحن هلا رح نطلب من كل شخص حابب يحكي يرفع ايده. يلا شفت دجا شخصين، واحد راح الثاني رح نفتح لهم الميكرو. تفضل. بونسوار والمجد لله وميرسي على كلامك الحلو، بس عندي سؤال. لما نحن نموت يعني مش دغري الرب والعذراء بيكونوا ناطريننا حسب النفس اذا كانت بطريق الرب ومننتقل يا على السما يا على جهنم؟ ليش بهيدي الايه بيقول الرب انه وقت يجي الرب بيقوموا الموتى؟ ليش الموتى مش دغري بيطلعوا على السما؟ هيدا اول سؤال، وبليز تشرح لي اياه منيح منيح ام المعروف. حدا عنده جواب على السؤال؟ لا، إذا حدا بحب يحكي بس يرفع إيده. مبارك حكيت قبل. تفضل، في حدا، في حدا بحب يعلم. تفضلي مدام كرم. في فين أحكي؟ تفضلي. أنا بقول انه هو هي الحياه مع الله هي تهذيب، هي مود في بعيشها الانسان. بياخذ كلمه الله وبيكون اوبيسان، مثل ما كان الابن خاضع لبيه وعم بينفذ له كل طلباته. نحن وقت بنسمع سماع انه نسمع ونعيش،
يعني انا بكون عم بقرا بالانجيل، بدي كيف هلا كنا عم نقرا، بدي افهم كل جمله ربنا شو بده مني، يعني منه ما بنركض ركض. والانجيل بيضوي على الانسان، وفي روح القدس انه وين انا، اي نقطه انا عم بسمع بس مش عم نفذ كلمه الله، يعني ما بوصل على الاخر وبتفاجئ انا وين صرت. يعني انا وعلى الحياه عم بتدرب انه توصل للملكوت. يعني هذا اللي كان عم بيقول عن ابونا انه احنا مندين حالنا من هون تل في تل مور. ليش بوصل لفوق بالموت؟ انه انا ليش ما قاموا الموتى؟ ما يعني ما بكونوا. انا هذا اللي بخاف منه، انه دائما بطلب من ربنا هل يا ترى مزبوط انا ماشي على الطريق معك، او انا مثلا يمكن عم بكون غلط، يمكن ما عم سامح، يمكن ما عم ماشي كلمه الله وحافظ الانجيل. يعني هون لازم شوي انسان هيك يعمل شوي يراجع حياته المسيحيه. اوقات كثير المرشد بيمثل المسيح بحط الانسان على الخط المزبوط. إذا عنده مشاكل روحية، إذا عنده علاقات مش مزبوطة ومخمن حاله إنه هودي بيمشوا مع الله وهني ما بيمشوا. يعني في دايما خليني بس كمل جوابك للمدام يلي بدها مثل ما قالت جواب دقيق وبدها يعني الليلة تحصل على الجواب. خليني ريحها. مين اللي سأل مدام؟ أنا أحلام عدايب. مدام أحلام، خليني أقول لك الأجوبة على الحياة الثانية الميتافيزيكية، يعني ما بعد الحياة، هي محاولات. إذا أنت بدك جواب تقتنعي فيه 100% أنا منو عندي قدر أقنعك 100%. هلأ بتعليم الكنيسة في تعليم حالياً، أكيد بكل مرحلة من تاريخ الكنيسة بتعطي تعليم عن الشيء اللي أخذته من الكتاب المقدس من كلمة ربنا، بس بيبقى انه في سوربريز. بتعرفي من احدين قالوا له متى رايناك يا رب؟ تفاجئوا هالمال اللي عملوا المليح عطيو هدول الكاس ما الى اخره، تفاجئوا هوديك تفاجئوا. اذا في عنصر مفاجاه ربنا بده يفاجئنا فيه. مستعده تتفاجئي او بدك جواب تكوني عارفه حالك؟ لا 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 ابونا، برضه مش هيدا السؤال. السؤال انه نحن بنقول نفسه بالسماء للي بينتقل، مثلاً مع اختبارات كل أم أو كل مدام فقدت جوزها تعرف بيجي رسائل منها الشخص أنه هو ارتاح صار تنقول بالسماء. هيدا سؤالي، ليش هون بيرجع بيحكي؟ نعم تفضل. أوكي تفضل. يعني التفصيل بالسماء أو أمتين هلأ أو بعدين مباشرة، نعم. أو بقينا ما تنسي أنه نحن موجودين في ساعات بإيدينا ساعة هالقد ومحدودين بالزمن، بينما مع ربنا كل اللي طلعوا من دوامة الزمن صاروا بأبدية ربنا، ما في أمتين، صاروا بحالة تانية. هلأ الكنيسة بتعليمها بتوضح إنه في دينونة خاصة، الإنسان بس يموت أكيد بده يواجه ربه، وفي دينونة العامة اللي هي بنهاية العالم. هل عم بيحكي عنها؟ يعني الإنجيل هون عم بيحكي عن اثنين. أول وحدة إنه اللي يلي بيختبر الرب، نحن منختبر حضور الله والقيامة، والقيامة من الموت حياة بالحياة منعيشه بحياتنا هون، نختبر ومضات منه. هذا الشيء مع الموت كل إنسان بيكمل، يعني وقت نقول من آمن بي وإن مات فسيحيا، بهالحياة وما بعد الحياة بيبقى إنه القانون الأخيرة المجيء الثاني اللي بنحكى عنه بالنؤمن كمان ترجى قيامة الموت إلى آخره بالمجيء الثاني، هو انتهاء الزمن. طاش في زمن صرنا كلياتنا وجها لوجه، هذا اللي بيحكي عنه هون. سيقومون بالمستقبل لأما للقضاء للحياة أو للقضاء يعني للدينونة تيتحاكموا. خلاصة القول إذا بدك باختصار، نحن منحاول نحكي شو عن الحياة الثانية بتعابير اليوم هلأ عم نحكيون، يمكن بعد 100 سنة نحكي بطريقة مختلفة، نطورهم شوي نغيرهم شوي مش مهم، ولكن بيبقى أنه في حقيقة جوهرية العلاقة مع الرب يلي بيكون بهالعلاقة خلص دخل الحياة هون أو بعدين، عايش أو ميت. نحن منقول في إنسان نحن عايشين وغيرنا ميت، بس عند ربنا كلنا قدامه، كلنا بحضرته،
كلنا بحضرته يعني حاضرين قدامه بأبدية تامة وبحضور كلي شامل. نحن اللي محدودين بالزمن وبالوقت ومنشوف الأمور من منظار ضيق، حياة الأرضية وغيرنا سبقون. ما بعرف إذا عقدت لك إياها أو جاوبتك، بس هيك حبيته. نعم، لأنه نحن منبشر الكل أنه أكيد إذا صلينا رح يكون نفسهم بالسما، وهو أحبائنا. هيدا الشيء اللي حبيت استفسر عنه. شكراً كثير أبونا، ميرسي، يعطيك العافية. خليني أقول أنه نحن وقت نصلي ما منصلي تكون نفسهم بالسما، نحن نصلي رحمة ربنا، هي بتطلع وبتنزل وبتغير، ما منزيد نحن على رحمة ربنا. يعني نحن منصلي إرادة ربنا تتم، هالرحمة تشمل الكل ونتضامن مع اللي ماتوا بمحدودية طلبنا، لأنه ربنا هو اللي بيعمل كل شيء مش نحن. يعني ما حدا يدعي إنه صلاتنا هي اللي بتخلص. ما بعرف شيء إذا عندكم تحفظ عليه، بس أنا أكبر. Thank you Barfi. كان ريتا كان عندها سؤال، عملت لك أست أنميوت. أوكي، بونسوار للجميع، بونسوار بير. الحديث كتير حلو. أنا بس كان بخبرتي، يعني أنا قطعت بمراحل شوي، إنه موت الوالد كان إلي 6 شهور وتوفى بليلة عرس خيي، يعني خلص العرس وتوفى وما تقبلت الموضوع. قطعت بمراحل كتير هيك كآبة وهيك، وبعدين بالصلاة والمسابرة قدرت أقطع هذه المرحلة وجبت بيبي، يعني بنوت، ومن بعدها صار لي شوك بصحتي. هون حسيت بخوف الموت، حسيت أني عم بواجه الموت وخفت أنه هي كيف بدي أترك هذه الحياة وبدي روح وجهنم. يعني بتعرف الأشياء بتبقى هيك بالرأس كل شخص. هونيك نهار قاعدة هيك بالفرشة فتحت الكتاب، طلع لي إنجيل تبع الجمعة العظيمة تبع اللصين، قريته. صرت فكر بيني وبين حالي إنه ليش بدي خاف من الموت؟ يعني ما في جهنم، إنه هيدا الإنسان يلي انصلب مع يسوع كان خاطئ وكل شيء، وقال له ما أذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك، وقال له اليوم ستكون معي في فردوس. هون دغري قلت إنه ما في جهنم، يعني قد ما يكون الإنسان خاطئ بالنهاية ربنا رحوم. مشان هيك أنا ما بآمن بجهنم، من بعد الموت ما بآمن بجهنم، أنا بآمن بالفردوس مع يسوع. هل ترى هالشي صح ولا لا؟ غلط إني أفكر هيك؟ مرسي لهيك جرأتك واختبارك، أنا بقدره، وشي حلو إنك وصلتي تفكري بهالطريقة. أنا بفكر مثلك، بس بدي أعمل نيوانس صغيرة. يعني أنا ما مش عملت لي هاجس خوف من جهنم أو من الشياطين، أو يعني هدول مش ما بفكر فيهم. قديش بنفوكس على ربنا وعطاياه ونعمته وحضوره والعلاقة معه والصلاة له، هودي اللي وربنا يعني فياض رحمته ومحبته وعطاياه إلى آخره. اللي بقول لك إيه، بتعليم الكنيسة وتنقول وتعلنيها مثل ما قلتيها، أنا ما بآمن بجهنم. الكنيسة بتحكي بتعليمة عن جهنم، وجهنم ضرورة لحرية الإنسان. انتبه شو بدي أقول، ضرورة. يعني بتاريخ الكنيسة اللي حكيوا بهالطريقة أنه ما في جهنم، الكنيسة ما كانت راضي كتير على تعليمه، لأنه إذا بنقول ما في جهنم يعني ما إلا معنى حريتنا. يعني نحن شو ما نعمل طول مون قاني، يعني ما لنا هيك القصة. جهنم يمكن ما يكون فيها حدا، بس جهنم ضرورة، لأنه بتأكد حريتنا. حريتنا يعني مسؤوليتنا، مسؤوليتنا يعني إذا ربنا بيشوفنا بعين كبيرة وبده أنه نكون قباله أشخاص خليقته، ولكن نقبله بحريتنا وإرادتنا ومسؤوليتنا. وإلا أنت بتعرفي أنه الولد ما بتحس بيه، بس إذا نحن بنظر ربنا بنضل أولاد ما قلنا قيمة. أنا بظن قيمتنا الكبيرة بنظر ربنا بتحتم وجود حقيقة هي جهنم، بس أكيد ربنا بيعمل المستحيل تما يكون فيها حدا، ونحن منصلي تما يكون في حدا منا والبشرية كلياتها بجهنم، يلي هي الحالة اللي بيحط فيه حاله الإنسان بالنتيجة. منا جهنم النار يلي بتخوف الآخرين، يا ما في بالحياة اللي منعيش حوالينا أشخاص حياتهم جهنم. أوقات نحن منعيش جحيم وجهنم وتنحس بالبعد بوساخة معينة أو
دهاليز منفوت فيها وبنودي حالنا. إذا جهنم ممكن يكون اختبار منعيشه بهالحياة ويكمل، بس بيبقى أنه بالتعليم الرسمي، بغض النظر عن اختباراتنا وهيك بنحكيها، بس بالتعليم الرسمي للكنيسة السماء اللي هي دعوتنا الأساسية، وجهنم اللي هي نتيجة حريتنا وقراراتنا ومسؤوليتنا، هي ضرورة أنه تكون، بس إن شاء الله ما يكون فيها حدا. بدنا نسعى أنه ما يكون فيها حدا، نسعى لنحنا نروح ولنعيشها يعني، ولا يكون حدا عم بيعيش. بونسوار، بونسوار أبونا، بونسوار جميعا. بدنا نشكرك أبونك، أبونا على الشرح الحلو، وبعرف إذا فهمت من حضرتك أنه ربنا هو إجا تيعطينا الحياة الأبدية وما حدا يهلك منا، ويمكن كمان أنه مثل ما بقول الإنجيل أعمالهم تتبعهم. وتذكرت أنه كمان بيقول ربنا في بيت أبي منازل كثيرة، وكأنه ربنا بده ينا كلنا نخلص وما حدا يهلك منا، وهالمنازل كتيرة، كل واحد هو بنقي المنزل يلي من خلال أعماله اللي عايشها على الأرض، أعمال محبة وثقة بالرب. يعني يمكن جهنم، ما بعرف إذا فهمت أنا، أنه ربنا ما بيريدنا أنه نهلك ولا بيريدنا نتقاصص، يمكن أعمالنا بتتبعنا على السماء، ونحن بحريتنا بنخشى نطلع بوجه الله، لأنه بنكون نحن شفنا حقيقة الحياة المضبوطة، بنطلع بنشوف خطايانا ما بتسمح لنا نطلع بوجه الله. يمكن نحن بكامل إرادتنا نطلب نتنطل النهر لنرجع نفوت لندخل الملكوت، ما بعرف إذا هيك أنا فهمتها. يعني وكأنه ربنا هو ما بده حدا يكون عم يتعذب، بالعكس بده يانا نكون كلنا نال الخلاص، وهو أخذ طبيعتنا البشرية لحتى نحن نقتدي فيه وناخذ طبيعته اللاهوتية، ما بعرف إذا مزبوط تفسيري، من بعد الحياة الأرضية. يعني هون هيدا الشيء بيريحنا انه ما نخاف نسلك الطريق الصعب، بس من هون بضل عندنا ثقه بالرب، انه الرب هو بيريد خلاصنا وما بيريد حدا ابدا يتعذب، وهذا الشيء بيعطينا سولاجمون، بيريحنا انه ما نخاف من صعوبات الحياه. هالصعوبات اللي عم تعترضنا اذا عرفنا تبعنا يسوع، لأنه هو بقلنا من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه وليحمل صليبه وليتبعني. يعني هذا الشيء أنا صراحة بيريحني، أنه من بعد الموت مش لازم حدا يكون هالك، بس مهم هلأ نكون سهرانين على حياتنا الروحية. هيك أنا فهمت، ما بعرف مزبوط أبونا؟ مرسي أبونا، ما بقى معنا وأنا كتير بدنا أجل، لأنه عنا بعد كمان سؤال ناطير، بس ما نسمع أكيد مداخلتك بس على السريع. ما رح اللي قالته أكيد 90% و95%، بس أنا بس بقلك شغلة، أكيد ربنا بده ونحن كلنا قدي حلو يكون عنا هم خلاص الآخرين، بس أنا بقلك شغلة بس مطر صغير، إذا حضرتك حدا قتل لك ابنك وعم تحكي هالكلام انه ربنا بده خلاص الكل حتى المجرم حتى الكذا، اكيد في اسباب تخفيفيه وربنا بيعرف الاخري، بس قديه شيء صعبه. هل يا ترى نحن اعمالنا يلي فيها ضرر، هل اللي عم بيصير اليوم الحروق الحرب يلي رح اذا فاتوا فيها قديه في ضحايا، كيف ربنا بده يتعاطى مع هالاشخاص؟ كرمال هيك فينا نكون مثاليين شوي، بمعنى انه اكيد ربنا رحمته كبيره وبده خلاص الكل، وبده مش عم بقول لا، بس يعني الله يعين. كنت لأحد عم بوعز قلت الله يعين ربنا، يعني الله يعينه كيف بده يجازينا ويقضينا، لأنه منا هينة شخص يكون فزع وعمل شر كتير كبير وضرر كتير كبير على جماعات كبيرة وتقولي هالكلام. كرمال هيك هذا شيء يعني بنتركه لربنا، كيف بده يتعاطى مع شر البشر، شرنا وقت يكون شر كبير. بس اللي قلتي أنا معه مين، إنه ربنا بده خلاص الكل، بس اللي أخذ فرص كتيرة وما فات بهالمنطق وكان بعكسه، كيف بده يتعاطى معه؟ كيف وين بده يكون هو التيا؟ بحس بالنقص وبعدم قدرته على النظر بعيون ربنا، وهذا هو جهنم بالنتيجة، إنه واحد يكون موجود محل معين ما قدر يتنعم
بالوجود وبال. Thank you, thank you, Ben. فريال كان عندك مداخلة. عم بعمل unmute ما عم تفتح. فريال حكينا على البلكون بسمعك من هون. ما عم تقدر تفتح. هلا بفتح هلا. بهالوقت بس في سؤال لأن بعد عالشات من الأول. أبونا يلي بالجحيم ممكن يخلصوا من صلاة الإخوة المؤمنين، وهل النفوس اللي بتخلص بتزور وبتساعد أهلها وحبائها؟ أول شيء هل يا ترى الصلاة هي اللي بتخلص؟ يعني أنا وياك بنخلص كبيرة، نقولها ربنا هو اللي بيخلص. صلاتنا اللي بنرفعها لربنا هو بيغربلها وبيحولها بطريقته، ربنا هو اللي بيخلص. بس أكيد صلاتنا نحن فيها شراكة وتضامن واتحاد بشري بين بعضنا اللي عبروا، أكيد مهمة لألنا ولألهم، بس ربنا هو اللي بيخلص. الشيء الثاني بس تكملي لي إيه؟ هل النفوس اللي بتخلص بتزور وبتساعد أهلها وأحبائها؟ بتزور وبتساعد إذا كانت، يعني هون شغلة دقيقة اللي عم بيسأل السؤال بس ما بعرف خلفيته هيك. إذا بناخدها من زاوية إنه مثل ما القديسين بيعملوا عجائب، بيتدخلوا بحياتنا بمحلات معينة وأوقات معينة بقوة ربنا، أكيد ممكن هن موتى ونالوا الخلاص وأبرار وبيتدخلوا. إيه بس إذا بناخدها من ناحية تانية، الأشخاص اللي بيصير عندهم هوس أرواح وعم بيشوفوا الموتى وهذا الشيء، أكيد مش هذا اللي بقصده. بس أكيد اللي بيموتوا بنفحة القداسة ربنا بيستعملوا حمر شربل. مؤخرا كمان صار شيء، يعني هذا المثل حي، بس مش هالمثل حي ما فينا نعممه كل ما واحد ماتت سته يصير موجودة بالبيت وعم تحكيني وتتدخل خطرة العمية. بدها تمييز تنعرف وين نحن، عن مين السأل وين هو بأي محل. عطي آخر مداخلة، أنا صار لها وقت كتير ناطرة بس على السريع كتير. أنا بدي على السريع أقول أنا وقتها فقدت ابني وسمحت يلي كان هو السبب وما خليت حدا يفتح تحقيق. من بعدها تعرفت على أذكرني. بدي هني مدام جنات من كل قلبي، من كل قلبي أشكرها. وشغلة تانية كمان بدي أقولها، أنه نعم النفوس اللي بتموت إذا كانت ماشي مع خطى ربنا دغري بيستعملها ليساعد الناس فيها، ليساعد حتى تعطي العزة لأهلها أو للناس اللي بعاد، مش هلوسة، هيدي حقيقة. ونشكر الله عليك أبونا وميرسي كتير. Thank you لما شاركتك. لكن وصلنا لنهاية نهاية حلقتنا. يلا صديقة أوكي، شكراً عن جديد أبونا دانيال على كل الشرح وعلى هالزواد بكلمتك الروحية لطيتنا إياها اليوم وتتشددنا بالرجاء، خاصة هلأ على مدخل الصوم. وأكيد بدي أشكر كل المشاركين معنا اليوم وكل اللقاءات الماضية، لأن في نفس الوجوه تعودنا مثل صف نشوف بعض مرة كل أسبوعين. وبشكركم كلكم على كل جهد وتشددنا سوا بكلمة ربنا. مع هذا اللقاء ننهي معكم هيدي الدورة. لقاءنا اليوم مع أبونا دانيال ومثل ما يقولوا مسك الختام، يعني وآخر حلقة بهيدي الدورة لسنة 2021-2022. لا، أنا بدي أتشكر بير دانيال عن جد من القلب. نحن بنعتبر حالنا ببعبدة إنه كتير محظوظين إنه بير دانيال هو الراعي اللي عنا، ومحظوظين كتير فيه لأنه بكلامه دائما هو عنده السهل الممتنع، بيوصلنا الجمل اللي لازم توصلنا بكلام قليل وواضح، وما هيك أمبو جمهور كمان أوقات كتير بيستعمل. أنا بدي أشكره من كل قلبي. أنا كان بدي أسأل سؤال هلأ لأن راحوا الأكترية خلص، بس أنه عن من سمع كلامي بلش فيها، هو من سمع كلامي. أوقات نحن كتير منسمع الكلام بس الحقيقة منعيش نوع من الازدواجية، يعني ما منعيش هالسمع الكلام بدقة على طول. ها
هذا اللي أنا دايماً هالسؤال بطرحه على حالي، لأنه ما منعيش كل الكلام يلي هو بيقوله. هيدي سؤال دايماً بحيرني أنا، هل يا ترى لما ما منعيش دايماً بهيدي الطريقة هاي بكل الظروف اللي عم نمرق فيها، هل على طول عنا الخلاص؟ دانيال عم نعملك انيوت، ما بعرف الوقت، الوقت دهمنا في ريال اللي اتحكى بيجاوب. يعني نحن على طول الحياة والفرص ورغبة ربنا بالخلاص، بس إذا نحن ما تحملنا المسؤولية حياتنا بحسب كل واحد وزناته ومعطى حياته، بالنتيجة بدنا ندفع ثمن تصرفاتنا. يعني يا نحن مسؤولين يا مش مسؤولين. إذا ما لنا مسؤولين عن اللي بنعمله وعن إهمالنا لكتير أمور، مثل كأنه نحن ما قلنا قيمة، يعني بعدنا أولاد قدام ربنا. كمان هيك أنا بظن إنه نحن ندفع ثمن أعمالنا، بس أكيد القاضي اللي بده يديننا هون، نحكى عن القضاء، القاضي هو بي الله، بي بيعمل المستحيل بوجودنا وبقوا انتقالنا وعبونا للمقلب الثاني، بيعمل المستحيل وكل الطرق، وبده ينا نشارك باختبار الشفاعة تيكون كلياتنا موجودين بحضرته الإلهية. أنا بظن هذه هي الرؤية الواسعة اللي حلو نتبنيها. هلأ عملنا وكيف نطهر من خلالها وقدان حماسودين وقدان يعني نكون هون نكون هونيك، هي قصة إرادة إلهية شاملة للحياة وللخلاص. وده أنا بفوت بهالدوامة، بفوت بهالإطار، أو بضل على الهامش أو برات. أوكي، مرسي بوكو، مرسي بوكو، يا مرسي كتير فرا دانيال. لكن نرجع منقول نوك هيدا آخر لقاء رح نكون سوا فيه لهالسنة بهالسلسلة. مستعيد اللقاءات إن شاء الله بتشرين الأول 2022. بحب ذكر الكل دايما أنه كل تأملاتنا بترجع بنحطها على قناة اليوتيوب الخاصة بجامعتنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وصوم مبارك للجميع.